بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الله يوم هذا سكله سبحانه وتعالى نو سورة قليي إن هل كان سخون وأنا نجرب بتباشي شقاقة دي ساكي إيريا دولة دو سكاد عضي لما أنا خيارت قدام كحيك الدقمة دي تلياشا وقام كعيدا كأدي أدوما سنتين دذلك الديرات كأدمو تشيسين ساكي أبار صدح ساعي بر صدح تونكي بشي لبي تومنات وحشقاقة كد عضي إيريا دولة هوسة شقاقة لاسو أهيد دار قبرياشي ومد الصومالية عدو كو أها يسوم مليجين وأها قرح عنكو سميسا وإيريا دولة هوسة مالها اللي قليي. الحمد لله رب العالمين مسلمين تي شعب يدي رير دقمدة قال كعيو إلهي وكبت باشد أمان واحد باتا يا خسارة ورئيس ونقص وقار مثلاً جرافوين بوكو أروري. الحمد لله رب العالمين تلقى الكاس هو كا هنا لسه جوابين حرونت دورده هو شعبية دقمة قال كعلو أديجيو وحلان هاي شعب كصومالي ملو بتشوغان غير قلم ذو جاران دقمة قال كعي ده اللي يرضى الخلدي اللي يري أبين يهويني سود لا دت كان أغرب الله الله نشوي وحن لأن هاي ولا على يال ولا إن خلدي إن لا يكون قن عيو ولا لكن أبين يهويني أسود شان حل معها شعب كرير قل مذ جران دك مذ قال كاي وحلا يا هاي هجر تصل سوم ملاجي وفلك فلين نمذ أي كم قطعها وفشل مي إلى أنا واحد بعت نجوم يلين وإلى وأنا جبت بشر دمان شعبية دي أنا جبا وح جرافوين بوكو أكاد. الحمد لله رب العالمين إلهي وكم حسن مركله وحرب أنا إرهاضو لأن يرضى الخلدي الصوماليات يكو قنع ذي إن إيمان والبديق ولا الهود بهود هيود أي داديان حالا يا هاي أرنتاس ولا لي الكوان توبة أن جانا من وأرجع حد جلين دون تان مرح أميل جلسان أما ميدا جارس وكو صحرتان أما قف أشاكل سو جلسان ربا إن يكون نغمة إنه حرب أنا إن حقيقة أن شغنو إنا إن كبر ربنا نجسوم إنسان ساعات بالله هاي وح إن يبدل إنسان مشر إن شاء الله تعالى وحنكون عصنا حجر والب أصلا إنسان إننا وحنا وقاعدين كريم مدي إلهي نو ترجلنا عندنا يبدل بعدين كده إن يسكرين بانكون عصنا هاي شعب كإن يدك كإن أنا أديك إن سكر سوني له دولته هوس يدك ماذا قال كعي يدمان لا ما أجني سكر سوني له شعب كأديك يان ما أرجع حقلين دوانته handala dano caasiya wax lamida iyo mid ka balaaran midna waxaan diyaar u nahay in hawl maalmeedkan si aan u sii wadno insha Allah ta'ala. marka waxa la degmada Gaalkacyo walaalayaal qarax gacan ku sameeyska halka la soo galiyay iyo dadka hagaarta maleegaya baadiye kama imaan meel kale kama soo doolin degmada Gaalkacyo dhex joogan guriyaha idinku aleedeen ba ka kireysan ku nool yihiin kuwa nala dhashay ba garbatabinaya oo gaari ka soo dajiyay oo guri dajinaya oo tasiilaad u fudeynay arintaas waxaan rabnaa inay noqoto mid aan marnaba aan ka hordeyn aan u soo jeedin. waxaan leeyahay walaalaha soo fudeynaya ee bulshada ku dhaxnool ee ku qancsan shacabka Soomaaliyeed adeegooda maalmeed iyo midkooda hameen gudanaya la dhibaateeyo caadeystay inay dhalinyaradaas la khalday oo ku qancday inay shacabkooda Soomaaliyeed dhibaateeyaan inay garbatabiyaan u fudeyaan. waxaan leenahay ka waan tooba insha Allah ta'ala ma noqon doonto inaan u nuglaano saacadda aan leenahay hadii tii ala nooto hadana waxaan leenahay alxamdulillaah walaalaha kale ee garab taagan maalinba inta nool baan rabnaa inay u taagnaato u adeegista iyo difaacida cadawga ummada Soomaaliyeed inay hor istaagaan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha Allah ta'ala lama abni waxa la yahay in ka mahadcelinaa dadaalka dheeraadka iyo taxadarka insha Allah dadaalkii aan wadnana ma naaqusi doono siis u socon doona insha Allah ta'ala. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.